فوز علي بن أبي طالب. ولكن قبل الظهر رفع بعض جيش الشام نسخا من القرآن على رماحهم وهم يهتفون: ليكن كتاب الله حكما بيننا. أمر علي عندها باستمرار القتال، واعتبر رفع المصاحف ما هو إلا خدعة لتجنب الخسارة، غير أنه تعرض لانشقاق كبير في جيشه، حيث جاء زهاء 20,000 مقاتل حاملين سيوفهم على عواتقهم وقد اسودت جباههم من السجود. يتقدمهم عصبة من القراء الذين صاروا خوارجا فيما بعد، فنادوه باسمه لا بإمارة المؤمنين قائلين: يا علي، أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت، وإلا قتلناك كما قتل ابن عفان، فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم. وكان عليا في هذا الموقف أمام خيارين: أما أن يستمر بالقتال، ومعنى هذا أن ينهار جيشه ويتقاتل فيما بينه، أو أن ينصرف إلى التحكيم. فقبل علي بالتحكيم وترك القتال، وأذن عندها بالرحيل إلى الكوفة، وتحرك معاوية بجيشه نحو الشام، وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل ينوب عنهم في التحكيم. فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري، ومن جهة معاوية عمرو بن العاص. وفي طريق عودة علي إلى العراق خرج مجددا من جيشه 12,000 رجل يرفضون فكرة التحكيم بينه وبين معاوية، وصاحوا قائلين: لا حكم إلا لله. ومن هنا أطلق عليهم لقب المحكمة. وما كان من علي إلا أن علق على عبارتهم قائلا: كلمة حق يراد بها باطل. وهنا انشق المحكمة عن علي، واختاروا لهم أميرا من الأزد وهو عبد الله بن وهب الراسبي، وحكموا بكفر علي. فلما وصلوا إلى الكوفة انحاز الخوارج إلى قرية يقال لها حروراء، وعندها اتحد خوارج الكوفة مع خوارج البصرة، وخرجوا في وقت واحد إلى منطقة يقال لها النهروان. أرسل علي ابن عباس لمعسكر الخوارج ليدعوهم للحق والعودة إلى الصواب. وعندما دخل ابن عباس معسكرهم دار بينهم حوار طويل ظهر فيه مقدار علم ابن عباس، حيث استطاع وحده أن يرجع للكوفة ما يقارب 6,000 من الخوارج التائبين. وبعد هذه الأحداث الكثيرة ظل أمر الخوارج هادئا، لا يظهرون عداوة ولا قتالا، حتى وصل لأسماعهم خروج علي بن أبي طالب بأهل العراق لقتال أهل الشام مجددا بعد أن فشل التحكيم وانتهى دون نتيجة مرضية. فبدأ الخوارج بالتخطيط سرا أن يدخلوا مركز الخلافة الكوفة ويسيطروا عليها، فتحركوا بمجموعتين، واحدة انطلقت من البصرة وأخرى من النهروان. وفي أثناء ذلك قاموا بقتل الصحابي عبد الله بن خباب بن الأرت وزوجته الحامل وثلاثا من نسائه. عندها انتشر خبر ذلك حتى وصل إلى علي قبل خروجه من الكوفة، وأرسل إليهم رسلا يطالبوهم بتسليم القتلة لإقامة الحد عليهم، فأجابوه بعناد: كيف نسلمك وكلنا قتلة؟ فسار إليهم بجيشه الذي كان قد أعده لقتال أهل الشام. وفي شهر محرم من العام 38 من الهجرة عسكر جيش علي على الضفة الغربية لنهر النهروان، فيما عسكر الخوارج على ضفته الشرقية. قام علي عندها بترتيب جيشه وتهيئته للقتال، فجعل على ميمنته حجر بن عدي، وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري. وأمر علي أبو أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: من جاء هذه الراية منكم ولم يقتل ولم يستعرض فهو آمن.
فانصرف منهم طوائف كثيرة وكانوا 4000، فلم يبق منهم إلا 1000 أو أقل بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي. فبدأ الخوارج بالزحف نحو علي، فتقدم وبين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجلة وراء الخيالة. وعندها اقترب الخوارج وهم يصرخون الرواح الرواح إلى الجنة. وبعد معركة حاسمة وقصيرة أخذت وقتا من اليوم 9 من شهر صفر، وأسفرت هذه المعركة الخاطفة عن عدد كبير من القتلى في صفوف الخوارج. وتذكر الروايات التاريخية بأن جيش الخوارج قد تمت إبادته تماما بعد هذه المعركة، ولم يتمكن من الهرب إلا 8، فيما قتل من جيش علي 8 أشخاص فقط. وفي نهاية الأمر تمكن الإمام علي من سحق الخوارج تماما والسيطرة على فتنتهم.